هاي يا حلوين، كيفكم؟ استقبلكم. كيفكم يا حلوين؟ رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم تحدي عن اختار الكرة الصح. عنا فيديو بيضحك كتير وعقوبات فورية، وما رح نحرق لكم الفيديو، شاهدوا حتى النهاية وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. Let's go على التحدي. ماذا خستي؟ أعزائي المشاهدين، هلا شوفوا عيونهم كلهم مربطة، وفي عنا طابة واحدة معلمة. إن شاء الله نلتفت. لا، في عنا طابة واحدة عليها علامة، وراح ينقوا البنات. إذا طلعت من نصيبه ياخذوا ماني، وإذا ما طلعت عقوبة فورية. مين راح تبدأ أول شيء؟ أنا. تفضلي يا دري. يلا. هذه مشدودة. ليش انا مشدودة؟ يلا ندري. لا انت كمان حدا الك عم بحاجة. ما يلا ندري. ما بعد انت. يلا. يعني اقدر فتش. لا ايش تفتش؟ عم تشوفي شيء ليش؟ لا ما يلا. اصغر واحدة انت. والله ما يلا. ما خايفة ما. نقي واحدة، ليس بس واحدة. هاي. هاي لك هو. بعده. انت روحي. يلا. مين؟ مين راح برا؟ شيرين. لا انجينا بعدين انا. شيرين. خلاص ما. خلاص مين راح برا؟ يلا انجينا. يلا. في مانيا. انجينا روح. انجينا. يلا. طيب. طيب. بعدين انت يا. بعدين انت يا. نقي واحدة انجينا. يلا انجلينا. فاية لفوق. انا متحد. مش انا كمان. ليكس. اللي بعده. رشحوا حالكم. يلا واحدة من كمان بالدور بالدور بالدور. هاي شيرين. لا لا. هاي عربي. نقي طابة. يلا خدي واحدة. يلا هيا لفوق. هل يشوفوا المشاهدين؟ لا ليش انا كمان؟ ستيلا. ليش هاي ستيلا؟ لما يجي دوركم بعدوا حالكم. انا دوركم تبلل. هاي ستيلا. قولي حالك دوركم. لا تنسوني. يلا دي احسن شيء اللي عندك. حتى جد. يلا استيلا. جينا خلص صاري عيوني. ركزي. نزلين وينك؟ بعدين انا بعرف. يلا بعرف انا بخسر. يلا اوكي. هاي فايلة فوق. خلي يشوفوا المشاهدين. سرعان خلي يشوفوا فيها هيك. مدرين دورك. يلا ادرين نقي واحدة. منقية لك. يلا كلنا بنخسر بعدنا واحدة. العظيم شوي. حظ. قصدك يعني تغش شيء؟ لا ما بصير ما بصير ما بصير بابي. نقي واحدة خلص. ارفعينا فوق شوفوا المشاهدين. لا 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 ما حدا رح يربع بنات كمان. انجلينا. يلا انجلينا. هيا لفوق خلي يشوفوا المشاهدين. يا جماعة. شيرين. ليش انا؟ بالدور. يلا شيرين. ليا. يلا. مين هاي؟ يلا صغيرة. هاي انا فوق. هاي فوق. بلكي انت رافع حالك عليك فوق مشاهدين. بعرف. نيكست
ستيلا لا ستيلا في ستيلا يلا ستيلا يلا بمشي يلا باي يا رفاق نقي واحدة خلي يشوفوا المتابعين ملكية باخذ البيضة اوكي خذي البيضة باي يا رفاق خلي يشوفوا المتابعين احساس الايدين ما في يعني ليش انا دمر حصي ما يعمل هاي انا دمر تعي ندرين يلا ندرين خلاص باي لا 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 تفضل ركزي 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 سرعانك انتي هاي لفوق خلي تشوفوا المتابعين نكست انجلينا اصلا انا ما بشوف شيء انت يعني لا لا متشغله صارت بغش شريف ما بغش ما بغش لا انا شيرين لا ما بتف علي تطلع تخسر يا ما بخسر انا ما بشوف لا شيرين لا شيرين انا دوبك شيء علي لا 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 بدوش 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 ايوه خليكي يلا يلا يا شيرين رفعي لفوق هاي غشيتي يا شيري شيري غشاشة غشاشة لا شو غشاشة لا شو هي ها شو غشاشة ابو شو هي ما غشت ما غشت لا شيري غشاشة ايش يعني شيري رفعي شيري معك رفعي شيري معنا واحد ماني بس صار ماي ماني ماني اوكي يا شيرين انت لايم اللعبه ما يكون في عنا فائز ثاني لا فول بليز ربح بالغش طبعا ربح اللي مساعدين كلهم بيعرفوا لا انا ما غش لا 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 غشت شيرين ايش مسوي هاي ما اعطاني اياها ايش مسوي يلا Next. يلا بعد ستيلا لا ستيلا ها يومي هاي ستيلا ندرين انا دم من البلالة يعني انا خلاص من البلالة انجلينا شفتي لما طلع فيها كانت ايش؟ ما وصلت خبرك لا شو عم تعملي؟ عم تساعدي لا 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 ما في شيء نقي بابي صارك انت؟ ايش كنت عم تدري؟ ايش هاي هالشيء؟ ولا شيء بس انا بعدي مش عم بجوع علي شيرين غشاشة لا ما ستيلا يو ار نيكست ليش انا شغس كثير نو ما بعرف وين يشي ستيلا ندرين ايش نو شيرين شيرين بعدين فوقك No. ما بعرف شيء. ما بعرف شيء. انت غشيتي شيري. ما اعرف هالشيء، كلها المشاعر ما غشيت. هيك غشاشة. ام هاي؟ نو. وين؟ تفضلي انجلينا. وين مي؟ انت؟ انا
بهدل وما حدا ربح غير شيرين. يو لأول مرة شيرين طلعت، مو أول مرة دايما. أنا ما غشت هذا المرة خلاص خالصين يكفي كلتهم وخسرتوا. شيرين ربحت، ما بعرف كيف يعني، أنا مش عارف يعرفوا. يو غشاش شيرين ربحت. لا أنا ما غشت هذا المرة، لا أبدا ما غشت، ما في هذا المرة ما هي لأنه هي مو أيقس أيوه اها يعني ايوه ايش معك لي بيضه مو انا بيضه هاي شوف هاي بيضه ولي اول مره شيرين تطبخ لحالها طبعا غشان يعني غشان بس يلا ما غشان لا طول بس شوي كذا شنتي كذا ما غشان كل انا خسروا معنا انجينا ما هلا نعاقبهم الله تعاقبهم كل شيء لا يعاقب. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، نتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو. شو بنقول؟ يوم جديد فيديو جديد، اشتركوا بالقناة، حطوا لايك، باي باي.